يا شباب، لو سمحت خليك معايا في شغلة مهمة كتير نسيت أحكي لك إياها. المحاضرة الجلسة الماضية اللي هي في الترين تيست سبليت حكينا إنه هذه دالة تفصل لي البيانات، تمام؟ بديها الـ X والـ Y، طبعا الراندوم ستيت عشان إنه إحنا نثبت الموضوع يعني، بس أنت ممكن إنه أنت في الشغل العادي تبعك مش بالضرورة إنه أنت تمرر الراندوم ستيت. فبدي اياك تروح على الدوكيومنتيشن تاخذ هاي الداله تعملها نسخ، بتروح على الاسكي ليرن على الدوكيومنتيشن تبعها، بتشوف ايش البارامترز اللي انت ممكن تمررها لهاي الداله. ففي انا عندي سكيلر موديل سيلكشن ترين تيست سبليت، بفتح هاي الداله شوف الدوكيومنتيشن تبعها، تمام؟ هنا بحكي لي انه تيست سايز، هذا عباره عن باراميتر اسمه تيست سايز. ايش التايب تبعه؟ ممكن يكون فلوت او انتجر، تمام؟ لو كان فلوت الرينج تبعه بين الصفر والواحد، فبالتالي بيمثل نسبة مئوية أو فراكشن من الداتا سيت. يعني على سبيل المثال لو حطيت 0.2 معنى ذلك إنه حياخذ 20% من الداتا كتست. في أنا عندي نفس البارامتر اللي هو ترين سايز بينطبق عليه نفس الكلام، تمام؟ وإذا انتجر هو عبارة عن ابسوليوت نمبر للتست سامبلز. يعني أنا بدي مثلاً 100 تيست سامبل، 1000 تيست سامبل، تمام؟ الأسلم دائماً إنه أنت تحطها كفراكشن بين الزيرو والواحد. الآن اطلع لي إذا نان، طبعاً الديفولت هنا نان، إذا أنا ما مررت، تمام؟ فحياخده 25. فالسبلت اللي صار أنا عندي المرة الماضية أخذ 75 للترين و 25% للتيست. ما دام أنا حددت، أنا بحدد باراميتر واحد، فيش داعي إن أنا أحدد التنين. يا التست يا الترين، فبالتالي انه اخذت التست 25 فالباقي بياخذوا الترين، تمام؟ طيب هذه شغله. الشغله الثانيه انه احنا في الايفالويشن المره الماضيه اخذنا بشكل عملي كيف نعمل ايفالويشن بالضبط باستخدام داله المين ابسوليوت ايرور، وهي الدالة تبعتها وين موجودة في المتريكس، تمام؟ فبدي اياك تجرب الان على الايرس، هاجيت حورجيك كيف. بدي اياك تطلع على الدوكيومنتيشن تشوف ايش هي الدالة وتجرب على الايرس، لانه الايرس عبارة عن كاتيجوري. فبدي اياك تجرب نوعين من الايفالويشن. النوع اللي احنا جربناه اللي هو المين ابسوليوت ايرور للنيوميريك او للريجريشن، بدي اياك تجرب للكلاسيفيكيشن. فبتاخذ هذا الكلام وبتروح عند الدوكيومنتيشن وبتشوف انت ايش في عندك في المتريكس. في عندك في المتريكس الدوال هاي كلاسيفيكيشن متريكس، تمام؟ وفي عندك ريجريشن متريكس. ايش استخدمنا في الريجريشن متريكس؟ المين ابسوليوت ايرور، استخدمنا هاي الداله. ايش مررت له؟ الواي ترو والواي بريدكتد، تمام؟ بدي اطلع هنا على كلاسيفيكيشن بريدكشن. ايش انا في عندي؟ في انا عندي الاكيوريسي سكور، هذا انت ممكن تطلعه، تمام؟ فهذا ممكن تستخدم هاي الداله. وفي انا عندي البريسيجن، وفي عندي الريكول. الريكول لوحده ما فيش، لا هيو هذا بريسيجن ريكول، ريكول سكور اف سبورت، ايوه ريكول سكور، تمام؟ انت ممكن تريح حالك اذا انت بتتذكر احنا لما حكينا انه انا ايش في عندي؟ في عندي ثلاث مقاييس. في الكلاسيفيكيشن حكينا في عندي ثلاث مقاييس اللي هو الاكيورسي، تمام؟ والسنسيتيفيتي والسبيسيفيتي.
تمام. هدول هم البريسيجن والريكول، هذه بريسيجن وهذه ريكول، يعني في الاسكيلير انه بتتسمى هذا الشيء، وانا عندي الاكيورسي. انت عشان تريح حالك بتروح بتستدعي هاي الداله اللي اسمها كلاسيفيكيشن ريبورت، بروح بجيب لك المتريكس هذول الثلاثه اللي هو الاكيورسي والبريسيجن والريكول. تمام، في هنا عندي سكور اسمه F1 هيو F1 سكور، هذا عبارة عن بنسميه الـ F major، وهو عبارة عن يعني compromise between الـ accuracy والـ recall. شوف المعادلة تبعته بين الـ precision والـ recall. عفواً، الـ F1 بتساوي 2 ضرب الـ precision ضرب الـ recall تقسيم الـ precision زائد الـ recall، فهو عبارة عن compromise between الـ precision والـ recall. أنت بدك ترفعهم الاثنين، تمام؟ في ممكن انه هو يرتفع واحدة على حساب واحدة تانية، فبالتالي انت بدك بينجر انه بقيس هدول التنتين مع بعض، فهو الـ F1 سكور. هاي شغلة كتير مهمة، ليش؟ لانه انت عندك لما تكون الكلاس unbalanced تطلعش على accuracy بس. متخيلين ايش المشكلة لما يكون الكلاس غير متوازن؟ يعني على سبيل المثال انت بدك تعمل داتا سيت لعمليات الاحتيال للكريدت كارد، الترانزاكشنز تبعت الكريدت كارد، انه انت بدك تصنفها انه هي فراود ولا نت فراود. تمام، بالعاده الترانزاكشن تبعت الكريدت كارد في الغالب ايش هي؟ نورمال، صح؟ في عندك فئه قليله، يعني انت في عندك داتا سيت فيها 100,000 ترانزاكشن، بتلاقي 1000 منهم فراود يعني لنفترض، والبقية اللي هم ال 100,000، بقية ال يعني 100,000 إلا 1000، هدول كلهم نورمال. فالآن أنت لما تجيب الأكيورسي، الأكيورسي لما تكون أنت عندك بدك تقيسها لكل كلاس لحال بتفرق معك، لكن لو أنت بدك تقيسها الأكيورسي لكل كلاسز ممكن تكون مضللة. يعني ممكن تجيب أنت عندك الأكيورسي 97%، والسبب في ذلك انه الاكيورسي في الكلاس تبع النورمال عاليه جدا، لكن هو بيفشل في الكلاس تبع الفراود بنسبه 50%، الاكيورسي تبعته بنسبه 50%. فبالتالي انت عشان تشوف انه الاكيورسي هذا انه مناسب لما يكون في عندك مالتيبل كلاس ليبلز وتكون غير يعني غير متوازنه انبالانسد في الداتا سيت، فبالتالي بتطلع على الاف سكور. تمام، فالاكسرسايز المطلوب منك حاليا انه انت تعمل سبليت للايريس داتا سيت، تمام، ومطلوب منك انه تحط النسبه اللي بدك اياها. يعني ممكن يعني خلينا نقسمها كلنا مع بعض انه 20 للتست و80 للترين، ومطلوب منك تطلع لي الكلاسيفيكيشن ريبورت. واضح ايش المطلوب؟